السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نعملوا مع بعض هاد اليميني زودياك اللي راها حلوه يعني جديده في الورشات. نتمنى تعجبكم الوصفه. نشوفوا مع بعض الوصفه والمقادير وطريقه التحضير مباشره. يلا بسم الله نبداو. المقادير: نحتاج 125 غرام تاع زبده طريه، نصف كاس تاع سكر الرطب، مغرف كبيره تاع كاكاو، مغرف صغيره تاع لافاني، وحبه بيض، والفرينه باش نجمع العجين، وملح قرصه ملح يعني للعجين. فوتوا مباشرة نبداو نحضروا في الوصفة تاعنا. هذا أولا نبداو بعجينة السابلي. راح نحط ديك 125 غرام تاع الزبدة اللي ضروري تكون بدرجة حرارة الغرفة. سامحوني على الصوت تاعي، يعني راني مريضة، يعني الصوت تاعي راه مبلع، سامحوني عليه. ونزيد عليها نصف كأس سكر رطب. نخلطوا هاد المكونين مع بعض حتى نتحصلوا على كريمة مع الفانيلا، فقط هيدا بالمضرب اليدوي. ياكي الزبدة تكون يعني داش حرارة الغرفة راح تساعدكم بالخف وتخدم لكم الخف حتى يولي لنا هيدا الخليط كريمي. نزيد عليها حبة تاع البيض ورشة تاع الملح والمغرف كبير تاع الكاكاو. الكاكاو يعني المر، واستخدموا البني ما تستخدموش داك الاسود لانه صراحة ما يجيش بنين. ونخلطوا هادو مع بعض. هنا في الاول خلطوا مليح، بصح كي نبداو نزيدوا الفرينه هذه يعني من اسرار نجاح الصابلي هو ما ينعجنش، لازم فقط يعني يلتم بالاصابع. لا نعجن وندلك راح يتكمش كامل في الفرن وما يخرجش مليح. هذا ما كان يعني بزاف نشوفهم ما يشكيو مع عجينه الصابلي فقط لانهم يعجنوه، هو غير يلتم وما تكونش العجينه يعني ما تكثرش الفرينه بزاف حتى تولي هذيك العجينه من بعد تتفتت، وتانك ما يكونش جاري بزاف، لازم تشوفوا القوام كيفاش يكون يعني في الاخير. راح نخلط هكذا شويه بالفوي بلا ما شويه العجينه تتماسك، ونكمل بيدي من الاحسن يعني بالايادي يعني مش حسوا بها اكثر. وهنا الفرينه تختلف يعني من نوع لنوع على حسب نوعيه الفرينه، قادر يعني تدخل لكم، ما نقدرش نعطيكم الكميه مضبوطه لان الفرينه يكذبوا عليكم لكم كميه مضبوطه باسكو تختلف، يعني ماهوش ميسيجين يستعملوا نفس الفرينه اللي عندكم كامل في الدار. لازم فقط نتوما ما تحطوش الفرينه مره واحده، يعني حطوا بالعقل هكذا باش ما تغلبكمش وما تفزلكمش العجينه. هكذا نقعد نجمعها وما شاء الله هاد الحلوه يعني تقطع كميه كبيره. كتشوفوا 125 غرام تاع زبده، شوفوا يعني الصحن اللي كان عندي يعني ما شاء الله معمر، حتى الحشو يعني ماشي مكونات بزاف، من كل حاجه شويه شويه وتقطع كميه ما شاء الله. كيما كتشوفوا يعني نقعد نجمع حتى نتحصل على عجينه هكذا تكون طريه وماشي يابسه وماشي جاريه. راح نغطيها بالبلاستيك ونخليها يعني ترتاح اوموا واحد نص ساعه. ضروري تغطيوها بالبلاستيك ميم كي تكونوا تخدموا باش ما تعملكمش القشره من الفوق وتنشف وتشقق. هذا ما كان. وجبت انا هاد الليمون تاع السيليكون، وتنجمو تعملوا يعني تاع الحديد، الليمون تاع بركة الحديد يعني نفس الشيء. انا عندي هادو تاع السيليكون خدمت بيهم، يعني خدموا باللي يكون متوفر عندكم. وراح نعمل هيدا كريات صغار ونعمر المول تاعي. نحاول نضغط مليح يعني على الاطراف هكذا باش نعطيهم الشكل يكون مليح. هذا ما كان. ونحيو هذوك الزوائد هكذا بالاصابع، يعني نسيو نخدمو الحبه تاعنا تكون متحوفه باش في التالي تخرج لنا نتيجه شابه. يا بزاف تجي راقيه هاد الحلوه يعني للمناسبات الاسبوع، يعني تعبيوها معكم يعني ضيافكم ولا عفوا تمشيو تضيفوا على الناس. هنا بعد ما كملتهم يعني ندخلهم يطيبوا على فرن مسخن على 180 درجه. وهنا نشوفوا الحشو. الحشو نحتاج كاس تاع كاوكاو يكون محمص وهكذا مطحون، يعني يكون مطحون شويه كبير ماشي صغير، ونصف كاس عفوا ربع كاس تاع حلوه الترك، وربع كاس تاع حليب بودره محمص. هنا الحليب بودره حمصوه يعني على نار قليله وتكون في قدره شويه ثقيله، وحمصوه غير بالعقل باش ما ينحرقلكمش. مع ثلث مغارف كبار تاع قطايف،
يكونوا تاعهم محمصين مع شويه زبده ونكسرهم هكذا فخت بالايادي، ولا ما كاش كاين قرايه تنجموا تعوضوهم بلا فوتين ولا بالديول تاع هو يعني حمصوه بالزبده وفتوه بيديكم مع زوج مغارف كبار تاع نوتيلا ولا اي شوكولا للتالي، مغرف كبيرة تاع زبدة دائبة ونص مغرف صغيرة تاع العسل يعني، وتقريبا نص علبة ولا علبة تاع شوكولا بالحليب يعني على حساب ما يتشرب لكم الحشو تاعكم. نضيف الكاس تاع الكاوكاو، نزيد عليه القطايف، نزيد عليه الحليب البودرة، نزيد عليه 4 كاس تاع حلوة الترك، نخلطهم هكذا مع بعض، ندخلهم مع بعض، نزيد عليهم الزبدة اللي تكون باردة ماشي سخونة يعني، دوبوها خليها تبرد شوية. هاد الزبدة راح تخلي لنا يعني الحشو تاعنا يقعد لنا طري مدة طويلة. ونزيد هاديك نص مغرفة صغيرة تاع العسل، راك تشوفو يعني مكونات ماشي بزاف، من كل حاجة شوية شوية. ونضيف عليها الشوكولا للتالي، وبالنسبه للشوكولا يعني تنجمو تعملوا شوكولا بيضاء اللي حبيتو يعني حلاوه اكثر، ولا شوكولا بالحليب، ولا اي شوكولا تفضلوها، ولا حتى تجمعوها كامل بشوكولا للتالي. راح نضيف الشوكولا يعني اللي دوبتها، وحاولوا كي تكونوا تتمو في الحشو يعني تضغطوا عليه شويه حتى نتحصل يعني على حشو يكون هكذا متماسك ونجمو نكوروه يعني نورمال باش من بعد يجيناش مشقق. وخلاص هذا هو الحشو تاعنا، راه واجد. جبت انا هادو لي مول اللي راهم يتباعو وراهم متواجدين، وعمرتهم بالحشو يعني ما كوش متقيدين يعني بنفس هادو لي مول. يعني انا جبت لكم يعني الوصفه الاصليه كيفاش راهم هادو لي ميني زودياك يجيو بهذا التابع. عمروا مليح يعني حتى الاطراف، ودخلوهم يعني كي نكملوهم كامل دخلوهم الكونجيلاتور يجمدوا باش نجمو ديموليوهم فاسيلمو، لان في الاول يكونوا طريين. ومن بعد هكذا فاخد نقلبهم ونضغط شويه في الاطراف راح ينقلبوا لي يخرجوا لي بكل سهوله. وهو هذا الشكل تاع الحبه. ومن بعد راح نعمر هاد الباركات تاعي يعني بالتوفيا كراميل. هاد التوفيا يعني صنع منزلي، نخلي لكم رابط وصفة التوفيا كراميل، صدقوني الا جربتوها ما راحش تستغناو عليها، راح تولي هي المعتمدة عندكم في الحلويات تاعكم، تجي بزاف هايلة يعني وشحال ما تقعد تقعد لكم يعني القوام تاعها هكذا طري ما تجمدش. ومن بعد نحط فوقها الحشو، نكمل كامل هكذا بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الحبات تاعي. شوف الشكل تاعهم يعني بزاف شباب. وهمادو بعد ما كملتهم نجيب كمية مليحة يعني من الشوكولا، يعني انا جبت 300 غرام الشوكولا. كما كنت تشوفوها راه عادة شوية ثقيلة، كي تكون الشوكولا هكذا ثقيلة زيدوا لها يعني الزيت بالمغرفة يعني ست الاولى، نزيد زوج مغارف ونشوف يعني حتى نتحصل على شوكولا يعني تكون نوعا ما يعني سائلة ما تكونش ثقيلة، باش من بعد تخرج لي شابة في الكلاصاج وتخرج لي بريون. انا اللي عملتوها هاي ديك ثقيلة ما عادش يخرج الشكل تاعها شباب يعني، وما تخافوهاش كي تعملها الزيت راح تتحل وراح تولي بزاف هايلة. حتى تتحصلوا على قوام اللي يساعدكم، وحتى شكل تاعها من بعد يجي شباب وما تجيش من بعد تتكسر. كيما راكم تشوفوا هكذا راهي واجده. نجيب شباك نعمل عليه البابيو كيسون من تحت، نحط هنا فرشيطه ونعمر يعني الشوكولا تاعي مليح باش نغطي حتى كامل هذوك الجوانب، وننفض هذيك الفرشيطه تاعي يعني مع الاطراف باش نحي داك الزوائد، ونحطها فوق الشبيكة. وهنا جبت يعني شوية تاع طلية وعملت هاد الأشكال هكذا زيكزاك، ولا تنجمو تعملو شوكولا بيضة.
نعمل يعني فقط الطلياء، و الا مكانش كاينه الا كانت كاينه شوكولا بيضاء اعمل شوكولا بيضاء. المهم الطلياء يعني ما تعملوهاش جارية بزاف باش يجي الشكل، يعني يجي اللون تاعها هكذا ابيض. يعني الشكل تاعهم ما شاء الله تحفة، والذوق تاعهم ما نحكي لكمش، يعني هذاك الحليب البودرة هذاك المزيج مع الشوكولا مع المكسرات يعني جا روعة بصراحة. ذوقوا وشكله وشوفوا ما شاء الله يعني الكمية اللي خرجتها لي، يعني الحبات يعني اللي راحوا دجا كليناهم يعني ما شاء الله كمية لا بأس بها. وشوفوا شكلهم يعني بزاف شباب، وما تقولش هذا كريم الفوق تاع الطلياك، شوفوا ما تبانش تبان كأنها شوكولا. راح نقسم لكم من الداخل يعني باش تشوفوا كيفاش جاو، وشتو حتى الاخر الصابلي يعني حافظ لي على الشكل تاعو يعني ما فيهش الخميره، وتاينك ما نعجنش يعني يقعد كما هو. شوفوا طبقه الصابلي التوفيق كراميل والحشو والشوكولا، يعني مزيج من اللذاذه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، لا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش تشجعوني بلا لايك تاعكم وتبارطاجيو مع صحابكم واحبابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام.